نشكر زميلنا نجيب على فقرة الديوانية اللي بصراحة يعطي ألف عافية عليها، فقرة مميزة بتوقيعه هو. تسلم ويعطيك القوة يا رب على هالفقرة الجميلة المميزة في غبقة رمضانية. اليوم ضيوفنا مثل ما يقولون فاكهة غبقتنا، منورينا أستاذة المحامية أريج حمادية، مرحبا فيك. هلا فيك حبيبتي، نور نورك. مصممة الأزياء الكويتية الراقية لولو العسلاوي، مرحبا فيكم. مساء الخير. احنا سعيدين بتواجدكم ونتمنى لكم كل التوفيق، تقبل طاعتكم. حبيبتي احنا اسعد، تقبل منا ومنك. يعني رمضان مثل ما يقول محمد، مهلا رمضان. اي والله راح سرعة رمضان. اي والله ما شاء الله خلص. يعني حتى شرينا ايش كثر دراريع لولو عاد الحين تجيبين طاري الدراريع، شرينا ايش كثر دراريع وما لبسناهم لولو. ما لحقتي تلبسينهم؟ ما لحقنا نلبسهم. يا يا المناسبات ان شاء الله. يا يا اكيد ان شاء الله. اريج شلونك؟ زينه الحمد لله بخير الله يسلمك. اريج انتي ما شاء الله صرتي اعلاميه متميزه. مو محاميه خلاص، زميلتنا صارت زميلتنا. ايه صرتي زميلتنا. يعني شهاده اعتز فيها من اعلاميه متميزه. بس هي وانت بعد اعلامي تميز، لان هي اللي قالت الكلمه، فيعني شهاده وايد اعتز فيها. يعني اريج يعني ما شاء الله تبارك الرحمن قدمتي صوره البنت الكويتيه المحاميه المثقفه بصوره اعلاميه راقيه، تعكس ثقافتها وثقتها في نفسها انها تطلع قدام الكل وتتكلم عن مواضيع حساسة وتتكلم عن قضايا ثابتة وتتكلم عن واقع بلد ممكن تكون فيه مشاكل وممكن تكون فيه أحلى صور لهذا البلد، وأنت عكستي الصورتين وإحنا فرحانين في وجودك. أما عاد لولو العسلاوي طلعت لنا بالإنستغرام حبيب، نورت مواقع التواصل الاجتماعي حبيب، أبهرت كثير من المشاهدين وكثير من الفولورز. شخصية مثل ما يقولون، أول شيء كنا نطالعها بالصور وعشقناها. شكرا حبيبتي. بس بعدين لما عرفناها عشقناها أكثر. شكرا حبيبتي. لما طلعت عبر الشاشات تمثل هم البنت الكويتية الراقية المثقفة الذوق الرزانة. شكرا حصة ما عليك. الله يخليك ويخلي أم طارق اللي يابت لولو العسلاوي. عسى الله يحفظكم منورينا طبعا وزميلتنا أريج حمادة وايضا لولو العسلاوي. استاذة أريج، يعني كونك مقدمة برامج او دخلتي عالم الاعلام، دائما حسك تطلعين باللون النسائي، القضايا النسائية فقط، ليش؟ لا بالعكس، تكلمنا بقضايا متنوعة مو بس قضايا نسائية. الاغلب لا مو الاغلب، بالعكس قاعدين يطالبون ان ركزوا على قضايا المرأة. احنا دخلنا خل اقول لك بالقضايا المرأة. برنامج الحين تقدمينه شنو اسمه؟ رأيهن. هذا مو مختص بالمرأة يعني؟ لا، رأيهن، رأي المرأة الكويتية يعني في القضايا المحلية المتنوعة، سواء كانت قضايا تخص المرأة او قضايا ثانية. احنا تعودنا، ليش قاعد تقول هالكلام؟ لان خلاص المجتمع الكويتي متبرمج ان المرأة الكويتية لما تطلع بس تتكلم قضايا المرأة، وهذا الشيء الجديد في قناة المجلس. اسم برنامجك رأيهن؟ رأيهن مو قضيتهن. اه اوكي، في فرق. اي بس رأي هو قصد ان رأي المرأة. رأي المرأة، مو انا شاد اقول لك القضايا دائما البرامج في الكويت لما تصير قضايا مهمة دائما التركيز على رأيهم مو رأيهن. من يقول لك؟ رأي الرجل. اغلب كل القنوات، نادر ما تلاقي ينادون امرأة تتكلم وتتناقش في قضايا يمكن أساسية. يمكن يكون الرجل الكويتي أو الشاب الكويتي أكثر نشاطاً. أعطيك مثال. ممكن الشاب الكويتي أكثر نشاطاً يعني؟ لا 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 لا، حتى ما أرضى أنا نصيرة المرأة. بالعكس عندنا طاقات عالية من النساء. وهذه ردت على النقطة نفسها أن أنت نصيرة المرأة، هو هذا اللي يبيها. في فرق بين أن الواحد يعني نصر المرأة، أكيد بعد أنا المرأة لازم أنصر بني جنسي وأنتم نصروا وربعكم. هو يبيك تقولين أن أنا نصرة المرأة. شفت قضية اللي صارت مالت الانفجار مسجد الإمام الصادق؟ كل البرامج ترى نادوا ريايل إلا تلفزيون الكويت، نادوني أنا، نادوا منار الحشاش والدكتورة معصومة مبارك، وهذا الصراحة نقطة تميز فيها تلفزيون الكويت. الحمد لله. الباقي كله ريايل. فهذا ليش قاعد أقول لك مو متعودين على المرأة أنها تطلع وتتكلم وتتناقش.
مع أن المرأة الكويتية أثبتت نجاحها وأثبتت نشاطها وأثبتت يعني مجالات عديدة، بس ثقة المجتمع للحين إحنا قاعد نفكر بطريقة ذكورية. بالنسبة للبرنامج بالعكس تناقشنا في قضية حماية المستهلك، وهذه قضية ما تخص المرأة، تكلمنا عن قانون حماية المستهلك وشرحناه وتناقشنا في القضايا كثيرة، طرحنا قضية الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة وهذا ما يخص بس المرأة، طرحنا قضية الأدوية المغشوشة والمقلدة. قضايا اجتماعية تختصون فيها في برنامج؟ قضايا اجتماعية. إذن أنا بس بتكلم بعد عن لولو وتميزها، وقاعد نشوف ظاهرة وايد كبيرة اللي هي يعني يمكن أنت بعيدة لولو خضيتي لتشلاين مصممات الأزياء، بس إحنا قاعد نشوف واقع انتشار الفاشينيستا اللي صار إنه أنت ممكن يا لولو ميولك من الأول أزياء وأنت بروستي هذا الأكاونت في إطار اللي أنت تحبينه، في الإطار اللي أنت ميولك هوايتك من بدايتك تحبين الأزياء إلى أن صار في وعي إن لولو مصممة أزياء، وما شاء الله أثبتي من خلال القطع الجميلة اللي تطلعين فيها ومن تصميمك إنك مصممة ناجحة رقم أمس. شكراً يعني على كل الصعاب اللي مرت عليك. شكراً. وفي وايد أصابع اتهام كانوا يقولون إن لولو العسلاوي هبة، ويعني فترة راح يطلعون هذه الفاشينيستات وينتهون. إيه. فردت لولو عليه. شوفي كلمة فاشينيستا كمصطلح فاشينيستا هذا الكلمة يعني مستحدثة طلعت في نهاية السبعينات، بس سابقا كان يطلقها شخص على واحدة كانت موديل، هي كانت مثل موديل أو عارضة أزياء، فكلمة فاشينيستا أو مصطلح إيستا هذا ينضاف على محبين الفاشن اللي يحبون الديزاينات، يحبون متابعين لآخر خطوط الموضة العالمية، ويكون في حب حق آخر متابعة آخر خطوط الموضة واتباعها، فانضاف حق كلمة فاشن إيستا. بس هني يعني بالمجتمعات الحديثة الحين والعقب ما شوية تطورت هالكلمة قاموا يطلقونها على الكل، كل واحدة تشوفينها لابسة حلو يقولون هذه فاشن إيستا، بس يعني اللي هي الكلمة ترى كمصطلح مو حلوة، أنا عندي إنها مو حلوة لأن ممكن تنقال ما تعم على الكل، كل واحدة لها ذوقها لها طريقتها باللبس لها طريقة اتباعها حق الموضة، لأن الموضة العالمية لما تنطرح بطريقة حق الكل، بس كل شخصية من خلال تحورها ناخذ منها الشيء اللي يناسبنا، يناسب أول شيء مجتمعنا، يناسب حضارتنا، يناسب التراديشن الكويتي، بس بنفس الوقت يكون مواكب حق خطوط الموضة، يعني نفس القطعة لو تنزل بنيويورك تشوفين على قولة الناس فاشينيستا روسية تلبسها غير عن فاشينيستا كويتية، غير عن فاشينيستا نقدر نقول حتى القطرية والسعودية والخليجية، في كل بلد يختلف. نعم. يعني أنت الحين لما تجهزين جنطتك وأنت رايحة مثلا بيروت صح. أكيد في قطع تقولين لا هذه ما يصلح أنا ألبسها في بيروت صح، في قطع لما تاخذينها مثلا تروحين لندن تقولين لا هذا النفلوف إذا لبسته أنا بلندن بيقعدون يضحكون علي أسبوع صح، فأكيد كل بلد ثقافة في الأزياء في الإطلالة حتى في المكياج صح. يعني أنت مثلا لما تسافرين مستحيل تحطين المكياج اللي متعودة أنت تحطينه وأنت في المجتمع الكويتي بين أهلك بين ناسك أوكي تقبلونه لأن هذا ميك اب بالكويت متعودين عليه، لكن صح يقعدوا اصلا يمكن يطالعون عيونك يطالعون مكياجك ترى يحبونه، يعني ساعات برا يمكن طريقه الكحل العربي يحبونه برا يطالعونك لما تحطين صح. الكحل العربي يستغربون لان هذا شيء مو دارج عندهم، فاحنا هني مو ما اقول دورنا نقول ان شنو نسوي، ننقل صوره البنت الكويتيه ما تتوجه لها أصابع الاتهام إنه والله كمجتمعات عربية أو مجتمعات خليجية إحنا مو مواكبين حق الموضة وما ندري شنو قاعد يصير بعواصم الموضة العالمية، بالعكس متابعين ومواكبين، بس بالنهاية لمساتنا كخليجيين تبقى. ها تفضل. لا 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 والله لا حش أنا مسيت بسوالي وقاعد أقدم مناسب لا تفضل برنامج نسائي تفضل ملعبك لا يعني أمانة أنتوا كل وحدة لها مجالها وكل مجال يعني بكل مجال انتم ناجحين ومتميزين، انت محاميه وانت مصممه ازياء، ولكن بعدين توجهتوا حق الاعلام، ف
فالتقيتوا في نقطة واحدة اللي هي الإعلام. هل تحسين إن إحنا في عصر الحضور والظهور؟ يعني لازم الوحدة علشان تنجح في مجالها لازم تظهر؟ شوفي أنا بالنسبة لي هي ترد تجاوب على سؤالها، لأن مجالي يختلف عن مجالها. بس لما كنت في مجالها الإعلام وايد مهم للتسويق للفاشن، اللي قاعد يشتغل بالأزياء وايد مهم، يجيب لك شغل وايد. أنا بالنسبة لي وايد فادني. وانت كمحامية لا. وانت قاعد تخدمين لا بس كمحامية ليش؟ لا ما تسويق؟ لا ولا تسويق ولا فادني ولا شيء. أريج حمادة معروفة محامية وتطلع بالتلفزيون. إيه بس المجتمع تونا قاعدين نتناقش بالموضوع، المجتمع الكويتي ما عنده ثقة بالمرأة في مجال القانون، ما يثق فيها. ليش؟ بالعكس؟ ليش؟ ما يثقون فيها. بالعكس في محاميات. أنا هذه الصدق، في محاميات يظهرون إعلامياً، الظهور الإعلامي شيء والشغل شيء ثاني. أنا بالنسبة لي وسألت وايد محاميات كلهم أعطوني نفس الإجابة، إن المجتمع الكويتي يثق بالمحامي الرجل، مع إننا متخرجين من نفس الجامعة ونفس الدكاترة مدرسين ودارسين القوانين بنفس المستوى، بس ما يثقون فيني. يعني إن لأن حريم إن نساء المرأة تبحث عن مرأة ساعات، يعني لا لا حتى المرأة أسرار تحس إن لا ما لا تقدر حتى المرأة في شاطرات القضايا البسيطة يولج فيها، بس قضايا أساسية ومهمة ما يثقون بالمرأة في مجال القانون. يمكن يشوفون ان احنا ما نفهم، ما نعرف نشتغل، لا بالعكس ما نكتم الاسرار، يعني هذه يعني الاشياء هو بالنهايه لو ما في نفسيا خلاص نفسيا لا بس عفوا هو لو ما في شغل كان قفلوا مكاتبهم شافوا لهم شغله ثانيه. وايد وايد سكروا وايد سكروا كويت محاميات في وايد. أريج حمادة أريج يعني. لا عفوا أريج حمادة وين تشوف نفسها؟ انا قاعدين اساسا يعني بس سؤالي بليز، أريج حمادة وين تشوف نفسها، في الاعلام او بالمحاماه؟ لا الإعلام تجربة صارت معي كذي فجأة صدفة وما أدري، يعني تجربة وجربتها، بس أحس أني في مسؤولية. ليش قاعد أقول لك أنا بالنسبة لي كمحامية أفيد المجتمع في القضايا، لما تطرح قضية وتتناولها من الجانب القانوني بطريقة مبسطة توصلها للمجتمع، تهني قاعد تشتغل بنوع من أنواع التوعية. حلو. فأنا هذا الناحية الإعلامية أنا بالنسبة لي أعتبرها مسؤولية، سواء بالسوشيال ميديا أو بالتلفزيون، إن ناحية توعية المجتمع. بس حق شغلي أقسم بالله العظيم مو فايدني ولا نافعني ولا شيء كلش، اللي قاعدين يجوني من معارفي وشغل بسيط. لأن قلت لك أنا بعد جديدة بمهنة المحاماة، صار لي سنتين. أنا قبل كنت محامية بنك وصار لي يعني 13 سنة. بالنسبة لك أنت لولو، هل تحسين أن مصممة الأزياء لازم تظهر بالإعلام؟ وكونك أنت قدمتي تقريبا برنامج من أهم البرامج في أحد القنوات، فعكستي واقع البنت الكويتية وتكلمتي عن وايد مواضيع. أي نعم. قضايا، مشاكل، يعني وكنت تجيبون وايد ضيوف وبتنوع، وكل واحدة فيكم تقول رأيها. نعم. كرأيها الشخصي بدون أي تدخل إعداد أو أي حد ممكن يفهم عليك رأيك، لأنه هو عبارة عن برنامج دردشة نسائية. فنتكلم عن هالموضوع لولو، وين لقيتي نفسك بالجانب الإعلامي أم بجانب التصميم والمواقع التواصل الاجتماعي؟ أم يعني أكيد لولو تقول هذا الجانب أنا فيه وراح أضل فيه. صح. وما مستحيل استغنى عنه. صح. شوفي حصة، أنا دخولي الإعلام هم كان بمحض الصدفة، كانت تجربة ما كنت أدري إن لها لذتها ولها متعتها. يعني بالنهاية أنا تخصصي دراستي الجامعية كانت تختلف اختلاف كلي حتى عن الفاشن أو الفاشن ديزايننج أو تصميم الأزياء، كان هواية، مجرد هواية. أنا كنت أخذ الملابس أشوفها ما تعجبني، على كثر ما أروح السوق ما تعجبني وايد، فشو سوي؟ أخذها أقوم أقصها، حتى كانت شو سوي؟ أقصها وأضيف لها قماش سادة بعد عشان تناسب وزني، أنا كان وزني أكثر من كذي شوية، فكنت أخذها وأقصها أنها تناسب وزني. بالنهاية تطلع قطعة غريبة، كان عندي الجرأة أني أخذ القطعة أشتريها من السوق وأقصها وألعب فيها. يعني هذه ما كنت تسوينها، ولما دريت يعني جاية بسألش عن هالموضوع وأنت سبقتيني. كانت مجرد هواية، بس مجتمعنا صعب شوية تقولين أنا بدرس فاشن أو بتخصص بالفاشن، لأن أنا كنت وايد أحب أشتغل بالأرقام، فاتجهت بدراستي الجامعية حق الفاينانس والتمويل، بس ترى ما يبعد عن البزنس.
يعني بالنهاية الهواية هذه حلو إن تجمع إن هوايتي وشيء أنا درسته ومتخصصة فيه، ومجال الإعلام هذا جمع هالأشياء كلها، جمع إن أنا كمصممة قادرة إن مثل أعرض قطعي أو أعرض ذوقي حق الناس ويشوفون الناس شنو أنا ذوقي. هالشيء ما أنكر إنه فادني بطريقة كبيرة. قبل كان الإعلام مجرد التلفزيون والصحافة، الحين خلت وسائل التواصل الاجتماعي بقوة بالإعلام، فصار خلاص شيء متكامل، التلفزيون مع الصحافة مع وسائل التواصل الاجتماعي، لها متابعين من فئات عمرية يمكن ما تطالع التلفزيون، والتلفزيون له متابعين من فئات عمرية ثانية، فكل شيء متكامل. يعني حلو إن قادرة إن تحطين شوية هني نفسك هني وتثبتين نفسك هني وتثبتين نفسك هني. بالنهاية أنت قاعد تعلنين عن ذوقك عن رأيك، وبالنسبة حق البرنامج اللي أنا سويته وشاركت فيه كان وايد فرصة حلوة أعرض فكر البنت الكويتية. يعني دائما اللي يشتغلون بالفاشن والميك اب في اتهام بسيط عليهم إن هم ما نقدر نقول كلمة مو حلوة، بس نقدر نقول كلمة إن كل تركيزهم على الفاشن والميك اب. دائما انا اقول المظهر كلش ما له علاقه بالشخصيه وبالفكر وبالعقليه البنت. احنا كبنات بالنهايه كويتيات، يعني الكويتيات معروفين من عمر الدنيا بذوقهم باناقتهم، ما يلغي فكرنا كبنات. اعتقادك يعني في يمكن انا واريج من ساعه قاعد ندردش، مهمه اطلاله البنت، شكلها صورتها مكياجها شعرها؟ يعني أنا دائما أقول إيه لا الصراحة لا، أنا أشوف هالموضوع مهم. وايد في ناس تهاجمني، فأبي حد يرد على محمد. أنت خل لا المشكلة عفوا حصة ضبطت السؤال بطبق من ذهب وجميل، مو كذي السؤال يا حصة. السؤال السؤال يا أريج، لا السؤال يا أريج، دائما بعض الأصوات تعول على المرأة الكويتية الإعلامية، طبعا أنا خالف الرأي هذا، إنها بس مجرد مظهر ماكو مادة. وفي ناس وايد طلعت قالت ان احنا اوفر والبنات. بالنسبه للي يقولون بس مظهر، فهو يعني هذه الناس اللي يتكلمون بهالطريقه هو قاعد يشوف بس المظهر. احنا بعد شو نسوي بالنوعيه اللي بس تشوف المظهر وما قاعده تسمع؟ في قامات اعلاميه ذكروا هالسبب، مو القامات الاعلاميه ترى مو شرط ان الواحد قامه اعلاميه يعني اي كلمه يقولها صحيحه، مو شرط، مو مقياس. القامات الإعلامية اللي تتقصدها اللي تكلم المفروض طلعوا بسيطين مثل الأجانب، هل المجتمع الأجنبي مثل المجتمع الكويتي؟ بلا شك لا، المجتمع الأجنبي هو بسيط. المجتمع الأجنبي هم يطلعون من الصبح لليل يروحون رياضة ولبس وهدوم عادية. المجتمع الكويتي مو كذي، يحبون يلبسون يحبون يكشخون يحبون، إحنا مجتمعنا طبيعته كذي، فما يصير أنا أطلع فجأة أعطيهم ثقافة مجتمع ثاني، ما حد راح يتابع. يعني صعب ان تبيني اطلع باسود وابيض بدون يعني اطلع بدون مكياج. ممكن اذا كان في قضيه معينه انا سويتها وطلعت ويعني كنت ما ادري شلون تجرأت وطلعت بهالمظهر، بس ان انت تطلع الحين مثلا مقابله مثل هذه تعالوا طلعوا ويهكم اسود وابيض ما في مكياج، لا تلبسون اكسسوارات ولا تلبسون شيء، ايش صاير؟ مو داشين عزا؟ ليش؟ بالعكس لما تظهر بمظهر حلو، يعني انت اليوم احنا بهالوقت هذا الناس يشوفون الصوره بعدين ينتبهون حق باجي الامور، فانا بالنسبه لي لا مهم. بس لا يصير عاد لولو بالنسبه لك مهم؟ انا بالنسبه لي الشخصيه تاثر وايد، شخصيه البنت حتى بالمجتمع الواحد، في بنت هي تكون شخصيتها بسيطه وناعمه، وفي بنت ما ترتاح الا لابسه الاكسسوارات كلها، بالنهايه الشخصيه تاثر، يعني كل واحده لازم تكون كومفورتبل او هي مرتاحه باللوك اللي هي طالعه فيه، بعدين يعني هذا شيء يكمل الموضوع اللي هي رايحت له، المكان اللي رايحت له جدا ياثر، يعني شنو المناسبة؟ يعني حتى بالبرنامج هذا برنامج ليل، يعني الوقت الزمن لبس الليل يختلف عن لبس الصبح، المكان اللي رايحت له لازم اللبس يكون مناسب حق المكان أو حق المناسبة اللي رايحت لها. بعد شغلة ودي أضيف شغلة بالنسبة للقامات اللي يقولون طلعوا بسيطين، ليش هم ما يطلعون بسيطين؟ ليش كاشخين؟ لا لا طلعوا بسيطين، ما يطلع، خليه يطلع بشورت وتيشيرت. لا مو شورت هذا البساطة، ما يقدر يطلع مجمع بشورت لا يكشخون. لا يطلعون كاشخين سكبر نفسه. خليني اقول لك هي مو سالفة تحيز، هو رأي موجود وكلنا سامعينها، يعني انت سامعتها حصة انت سامعتها،
أنا قلت لك بالنهاية بالبداية أنا أختلف لأن شفت لي زميلات في تلفزيون الكويت وأيضا مثال حصة اللغاني حقيقة أفتخر فيهم إعلاميات كويتيات أخلاق وأيضا يعني أدب ومهنية متفردة حقيقة. تستاهل عاد والله. لكن لا يكون ردك في ثأر شوي تقول خلي يطلع بشورت ما يصير يطلع بشورت. ما يصير شفت شلون تقول ما يصير. نفس الشيء الإعلامية صعبة تطلع تعال طلع صخة كذي بدون ولا شيء ليش صاير؟ لا أنا يمكن أقول إن هو الرجل ساعات يعني لكل مثل ما يقولون إن لكل مقام مقال أو لكل شنو أنا محظوظة لكل مقام مقال يدري شنو في نساء يطلعون ظهور إعلامي وقاعدين يطنزون عليهم ليش ما تحطون مكياج ليش ما تمشطون شعرك ليش لابسة بهالدرع ما يدرون ايش يبون بس هذا الزبدة بالنهاية الشخصية خالف تعرف بس لازم تحترم لازم تحترمين كإعلامية رأيهم إيه رأي بس أنت مو سألتني أعطيك رأي أيه على الرأي أنا صراحة معها لازم يعني إحنا مو ممثلات اللي مثلاً طالعين نسوي دراما بالضبط. أو عمل درامي ممكن أطلع بشكل إني أنا المذيعة المريضة أو المذيعة اللي أنا قاعد أقول لك لما يصير في قضية ما يصير أطلع عموماً أجواء رمضان حلوة وياكم شلون أجواء رمضان وياكم أنا أدري إن أنا طولت بس بسألهم شلونكم برمضان قاعد تزورون تروحون أنت أدري فيك كنت مسافرة رديت قاعد أستمتع بكل يوم وأبي أستمتع بكل يوم برمضان حسيت إنك قضيت رمضان شوية بعد أيام برا الكويت أنا ما أحب أقضي برا الكويت بس ظروف عمل زوجي فأنا رايحة معاه هناك وكل يعني شوفي هذه فائدة وسائل التواصل الاجتماعي كني قاعدة معاكم بالديرة قاعدة أشوف لما رجعت الكويت أبي أستمتع بكل يوم بالأجواء بزوارات الأهل بجمعات الأهل بالدراريع يعني أنا أسمي رمضان صراحة من ناحية الفاشن وتصميم الأزياء مثل ما في باريس فاشن ويك لندن فاشن ويك هذا كويت فاشن مان صراحة برمضان والله إحنا خلينا ننطلق بكل شيء يعني أجواء تساعد إن أنت تكونين مثل العروس كل يوم والله أنتوا أجمل ما في القاعدة مثل ما قلت لكم أنتوا فاكهتنا اليوم بالغبقة ولازم نضيفكم وعندنا ديتيلز يو مقدمين لنا شوفت وايد حلو وعندنا ديزرت ودومون أنا هذاك هجمت علي أول ما يعطيهم ألف عافية على السويت اللي هم جايبينه بس أحلى من الحلو أنتوا وأنتي بعد وأنا يعني أول ظهور إعلامي كان معاها ايوه والله انا وجهك كان خير علي الصراحه فاليوم انا متفائله ان شاء الله احنا نقول بالنهايه بعد الاسئله الحلوه لك زميلتنا اريج حماده وايضا لولو العسلاوي تحلون ويانا ان شاء الله وصلنا للختام يا حصه مشاهدينا كانت هذه غفلتنا اليوم على شاشه تلفزيون دوله الكويت نتواصل معكم في حلقه جديده في امان الله وحصه عندها شيء انا والله احب اشكر الازياء يعطيها الف عافيه غدير البرجس ومن الميك اب روان الكيبي احلى تحيه لهم نمسيكم بالخير إن شاء الله في حلقة من حلقات القبقة رمضانية على تلفزيونكم اسمعوا على خير